يا رحمن لا سقيا عذاب ولا أستغفر الله 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 نعبد وإياك نستعين إن ربكم الله خوفا وطمعا إن رحمة الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله لمن حمده من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشي كالنشي إلى الله جل جلاله قال ابن عباس رضي الله